الإرهاب كلمة ربما تعودنا على سماعها ونطقها في الآونة الأخيرة، لكن في حقيقة الأمر الإرهاب هو منهج وصناعة. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة الكتاب ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هو منهج إسلامي بنصوص وتشريعات، هو أصل وتراث موروث لكل الأجيال المسلمة. الإرهاب هو صناعة ممنهجة ومرتبة في الثغر، في البيت وفي المدرسة، في الجامعة، في العمل، في الشارع وبين الأصدقاء، وفي العقل وفي القلب وإن لم ترد، فقد تم زرعه في داخلك، تم اختراق إنسانيتك، وعليك أن تطيع أوامره وإلا تكون من زمرة المنافقين. صناعة الإرهاب حلقة جديدة على برنامج أنا مش كافر على قناة الكرمة